عندك الدراري اجي 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 ما تمشيش هاد لا فيديو ليك انت جو سوي سور كو كتمنى احسن حاجه لوليداتك اي سورتو شي خدمه ديال الفريع بالنجاح وبالفلوس وبكل شيء غير وكان حنا لي بارون كنديروا شي اخطاء اللي الا تفاديناهم كنقدروا نعاونوا وليداتنا اكثر في هذا المجال. الوغ الخطا الاولاني اللي كنديروه هو هذا تصنتوا ليا مزيان الا خدينا الويدات ديال نقولوا في لي زاني 87 90 وكان جاو عندكم وليداتكم في ذاك العصر وقالوا لكم شوفوا بغينا نديروا طبخ مثلا غتقولوا ويلي على الطبخ على هذا مهنه سي سي دير شي طبيب ولا مهندس ولا دير شي حاجه بحال هكايا اي بورتون مع الوقت هذه المهنه عندها لو سوكسي كنشوفوا عندنا ما شاء الله شوميشا في المغرب عندنا بلان دوتغ شيف اللي في العالم حلوا دي ريستورون في العالم باسره اشنو المقصود من مورا هاد ليكزامبل اللي بغيت نعطي لكم وما تشوفوش بعيد حتى انا ماما ايفيكتيمون في التسعينات مشيت لعندها كنت بغيت ندير ستيليز موتيليز قالت لي ياه بحال تكوني خياطه على ركابك كديري لي زغلي حياتك كامله واش هادي مهنه ويكتبوا لك خياطه في كارت ناسيونال وفي الباسبور اي بورتون اليوم كنشوف دي ستيليست ما شاء الله ديالنا حنا ديال المغرب اللي هما في دبي هما في لندن هما في باريس هما اللي كيصدروا لبلجيك علاش اون فيت ملي الوليدات كيجيو لعندكم كيجيو عندكم كيعطيوكم واحد الاختيار اللي هو في الحاضر بارابور ا كلكو شوز اللي هي في المستقبل غير هما ديجا بحال قلتي دارين وفاهمين وعايقين اكثر منك على المستقبل حنا لي بارون ملي كنجيو نعطيوهم الجواب ديالنا كنجاوبوهم في الحاضر على شي حاجه اللي هي كانت بازاو عليها في الماضي سافوجيغ مهنه اللي عارفينها حنايا كانت والوليد كيبغي يديرها كنقولوا له لا ما تمكنش اي سي بور سا كو الواحد خاصو يكون فريمون حال الدماغ ديالو مع الوليدات حيت هما فريمون في المستقبل اكثر منا وكيعرفوا الحوايج اللي هما غادي يقدروا يخدموا دون مانيير افونغارديست قبل الوقت اي لو بلوز امبورطون اللي خاصو يكون عندكم سي كو الوليد الحوايج اللي بغى يدير ولا البنيته الحوايج اللي بغى دير المهنه بغى دير ما يهمش نعاونها نايدها حيت اللهم الواحد يدير شي حاجه اللي هي عزيزه عليه باسكو غادي يقدر يتوفق فيها ولا نلزم عليه شي حاجه اللي انا كنحسبها مزيانه ليه ونخرج عليه حيت غادي يفشل فيها كانت معاكم ناهد رشيد هذا هو الله يحفظكم